السلام عليكم طلاب الشطار، الطلاب المميزين، الطلاب العقال، الطلاب الأذكياء، الناس اللي رايدة تتعلم الإنجليزي، الناس المثابرة، الناس اللي تريد تتقن اللغة. إن شاء الله يا رب تكونون بخير، وإن شاء الله التوفيق بنجح بحياتكم، وإن شاء الله المعدلات العالية للي يدورون معدلات، والإعفاء للي رايدين إعفاء. اليوم موضوعنا حلو ومميز مثلكم وبسيط جداً. موضوعنا اليوم يتعلق past continuous and past simple، الماضي المستمر والماضي البسيط وطريقة الربط بيناتهم. هذا الموضوع للصف السادس الإعدادي بالوحدة الأولى، طريقة الربط بين الماضي البسيط والماضي المستمر، شلون أربط بجملتين، واحدة بيها ماضي بسيط واحدة ماضي مستمر، للسادس الإعدادي والخامس الإعدادي. أيضا بعض الأساتذة ينطونهم هذا الموضوع من وقت حتى يجهزهم للسادس. للتذكير، بس للتذكير، قاعدة الماضي المستمر اللي يتحدث عن حدث كان مستمرا في فترة زمنية في الماضي، فاعل زائدا was aware زائدا فعل مضاف إليه ing زائدا تكملة زائدا تكملة. القاعدة للماضي البسيط تنقسم إلى قسمين، فاعل زائد واز او وير زائد تكملة، او تجيك جملة ماضي بسيط فاعل زائد فعل بالماضي زائد تكملة، بها قاعدتين الماضي البسيط. فانت من تحفظ القاعدات للماضي البسيط والماضي المستمر يسهل عليك الربط، يسهل عليك ربط هذين الجملتين. زين، شلون اربط هذين الجملتين؟ لازم عندي فرد كلمات معينة تربط. عندي اربع كلمات، هي when and while as. هذن اثنين يجن بمكان، وهذن اثنين يجن بمكان، يعني هذن يتبعن قاعدة معينة وهذن اثنين يتبعن قاعدة معينة. شنو القاعدة مالتهم؟ شنو هي القاعدة مالتهم؟ القاعدة مالتهم، شوف، الما وين واند اذا جتك في وسط الجملة، ردت تطير الفارزة وتخلينا بوسط الجملة، لازم يتبعهن ماضي بسيط ويكون قبلهن ماضي مستمر. اما اذا ردت تخلى هذن ادوات الربط ببدايه الجمله، لازم يتبعهن ايضا ماضي بسيط، يعني لازم يكون بهذا الشكل، دائما يكون بهذا الشكل. اللي يسال ليش ما كتبت اند هنا، يعني لان اند ما تجي بس بوسط الجمله، ما تجي اند فقط الا بوسط الجمله، ما تجي بالبدايه، لكن وين ممكن تجي بالبدايه وممكن تجي بالوسط. إذا خليتها بالوسط يتبعها ماضي بسيط، وإذا خليتها بالبداية يتبعها ماضي بسيط فارزة ماضي مستمر. تمام؟ زين، وايل وآز بعكس هذه، وايل وآز يتبعها ماضي مستمر وقبلها ماضي بسيط إذا جت بوسط الجملة، وإذا ردت تخليها بالبداية أيضا يتبعها ماضي مستمر فارزة ماضي بسيط، يعني لازم يكون بهذا الشكل. وين واند يتبعهن ماضي بسيط، واير واز يتبعهن ماضي مستمر. زين، اجي اطبقهن على ارض الواقع. هنا يقول هي ميد ان اكسيدنت، هو سوى حادث، هي واز درايفنج، كان يقود كان يسوق، عفوا. هنا شنو نوعة السؤال راح يجيني؟ يقول لي جوين يوز، اربط مستخدما وين، او يقول لك اربط مستخدما وايل، او يقول لك اربط مستخدما از، او يقول لك اربط مستخدما اند، اي اداه ربط ينطيك. خلنا نفرض انطانا كلمه وين، قال لنا اربط مستخدما وين. زين، اجي على قاعده وين، اذا ردتها بوسط الجمله يتبعها ماضي بسيط. اجي افسخ القاعده، عندي فاعل زائدا هذا فعل ماضي زائدا هذه تكملة فارزة، هذا فاعل زائدا was زائدا فعل مضاف إليه ing. أكتشف من هذا شنو؟ إنه هاي الجملة ماضي بسيط، وإنه هاي الجملة ماضي مستمر. من طلعت الجملة وفسختها وحلحلت براغيها وطشرت محتوياته، راح اقدر اربط بسهوله.
زين اجي اربط هنا، اريد اربط هنا، عرفت يا الماضي بسيط ويا الماضي مستمر، ارجع على القاعده وين وانت شنو يتبعها؟ ماضي بسيط. زين انت تريد تخليها بدايه الجمله، خلينا نقول او وسط الجمله، اذا اردت بدايه الجمله مجرد تخلي وين هي ميد ان اكسيدنت فارزه وتكمل الجمله الثانيه الى اخره، مجرد خليتها بالبدايه لان عندك ماضي بسيط وماضي مستمر تمشي على هاي القاعده. زين نقول ردت تخليها بالنص، ردت تخلي الوين بالنص، تجي تجيب الماضي المستمر تنزله بالبدايه تقول هي واز درايفنج وتخلي اداه الربط وين؟ تحذف الفارزه تخلي اداه الربط وين؟ يتبعها ماضي بسيط، تجيب جمله الماضي البسيط هي ميد ان اكسيدنت وهيج كملت عندك الجمله، ردتها بالبدايه واذا ردتها بالوسط، اذا ردتها بالبدايه واذا ردتها بالوسط، ونفس الشيء الكلام ينطبق على واير وينطبق على از. واير واز يتبعهن ماضي مستمر، يعني اذا ردت تربط بواير مجرد تخليها بالنص، اذا ردت تربط باز بس خليها بالنص لان يتبعهن ماضي مستمر، واذا ردت تخليهم بالبدايه تشيلها من هنا كاملة تخليها بالبداية وتخلي قبلها أداة الربط وهذه تنقشر تنقلع إلى النهاية وبس، هذا كل الربط. السؤال يجيك على نوعيتين، إما يقول لك اربط مستخدما أداة الربط وهنا لازم تميز ياهو المستمر وياهو البسيط بعدين تربطهن لأن كل وحدة يتبعها شكل من عندهن، وين وآند يتبعها ماضي بسيط، واير وآز يتبعها ماضي مستمر. زين زين النوع الثاني من الأسئلة يجيك مثل هي الجملة The bell rang while he watched TV ويقول لك correct correct يعني صحح، هو منطيك أداة الربط، منطيك أداة الربط بس منطيك الفعل اللي قبلها الجملة اللي قبلها والجملة اللي بعدها يريد من عندك تصليح. زين تجي تنزل أداة الربط while، واللي يحشش ويقول while مال شحن أطفى الفيديو وما كمل الشرح. خوش نجي هنا نزلنا وايل اللي هي اداه الربط بالوسط. زين من اداه الربط عندي بالوسط شنو يتبعها؟ ماضي مستمر. شنو قبلها؟ ماضي بسيط. اجي بعقلي اخلي هنا ماضي مستمر وبعقلي هنا اخلي ماضي بسيط. زين قاعده الماضي المستمر فاعل زائد واز او وير زائد فعل مضاف اليه اي ان جي زائد تكمله، وبهذه فاعل زائدا فعل بالماضي زائدا تكمله، هذا بعقلك هيك تفسخهن، تفسخ قواعد الماضي المستمر. تجي شو تسوي؟ تحذفهن من راسك لان انت تذكرتهن، تذكرتهن تجي مباشره شو تقول؟ تقول هذا الجمله الوايل يتبعها ماضي مستمر، انزل الفاعل هي نزلته وانزل شنو؟ حسب قاعده المستمر الفعل المفرد ياخذ واز زين زائدا فعل مضاف اليه اي ان جي اجي على الفعل اسوي واتشينج صار فعل مضاف اليه اي ان جي زائدا تكمله تي في تمام. اجي على الجمله اللي قبلها يريد من عندي ماضي بسيط، اجي على الماضي البسيط فاعل زائدا فعل بالماضي زائدا تكمله. زين اجي انزل الفاعل ذا بيل اللي هو الجرس the bell ring الماضي مالها شنو؟ الماضي مالها الفعل الماضي ينقسم قسمين لو قياسي بإضافة إيدي لو شاذ، وهاي تضمن ضمن الأفعال الشاذة الفعل الماضي مالها يكون rang تمام؟ هيجي الجملة صارت عندي فاعل زائد فعل بالماضي زائد تكملة إن وجدت، هنا ما عدنا تكملة وايل فاعل زائدا واز زائدا فعل مضاف إليه ing زائد تكملة، وهذا مستمر وهذا بسيط، صارت عندي نفس هاي القاعدة بالضبط، ماضي مستمر بعد الوايل وقبلها ماضي بسيط، وهيج حليت النوع الثاني من الأسئلة. يعني النوع يجيك نوعين من الأسئلة طلاب الصف السادس، نوع يجيك اما تربط مستخدما اداة الربط والجمل عندك واضحة وصريحة، او ينطيك اداة الربط والجمل عندك يطلب من عندك تصليح الفعل،
هنا تصريح الفعل عاد يعتمد على القاعدة، يعتمد على القاعدة. إذا جتك وين أو أنت لازم وراها ماضي بسيط، وإذا جتك وير أو أز لازم يجي وراها ماضي مستمر. هذا كل ما يتعلق بموضوع الربط بين الماضي المستمر والماضي البسيط، وإن شاء الله نشوفكم فيديو ثاني وبموضوع شرح ثاني، ونشوفكم على خير.